السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نبدا الزواقه اللي تتبان قدامكم. هذا قفطان مبرة مخدوم بالسمر البيض والزواق المعلم. حنا غادي نبداو ان شاء الله. قبل ما نبداو بغيت نشكركم على الاختيار ديالكم للقناه، وطمرحب بالناس الجداد اللي عاد انضموا لنا. تنتمنى يعجبكم المحتوى ديال القناه وتكونوا كتستافدوا معنا. ما تنسوش اللايك للفيديو الى عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. غادي نبداو الخدمة في القفطان على بركة الله. هذه هي الزواقة اللي غادي نبتوها. انا بديت بالعقيق الزمرد ونبتت هذا العقيق. بالنسبة للطريقة ديالها تتنبت، راه فايت لي هذا القفطان حطيته عندي في القناة، ولكن في بلاصه هاد السنيسله كنت استعملت في القفطان الاول عقيق الزمرد. ولكن دابا غادي نشوفوا الطريقه باش غنركبوا هاد السنيسله. غادي نحطها هنا في هاد البلاصه اللي كتبان لكم خاويه، يعني السيد اللي خدم هاد الزواقه راه تيخلينا البلاصه اللي غادي نبتوها. السنيسله كتجي زوينه في القفطان، خصوصا القفطان اللي تلبسوا بزاف في الليل مع الاضواء وكيجيو تيبرو، يعني تيكونوا حاجة زوينة. غنستعمل هاد العقيق، وعندي عقيق مكركب، هاد عقيق الزمرد مكركب. وخا فايت ليا حطيت هاد القفطان عندي في القناة، ولكن ما فيها بس غنشوفو غير هاد الزواقة بوحدها والسنيسلة، يعني والطريقة ديال السنيسلة. السنيسلة أول مرة غادي نركبها، يعني غادي نصورها عندي في القناة، ولكن بالنسبة لهاد الزواقة راه تالت مرة كنلبس هاد الوريدة هادي عندي في القناة. دابا غادي نشوفو الطريقة باش غادي نبدو هاد الوريدة. غادي نبدا بالعقيق الطويل، كل بلاصة من هاد البلايص اللي تيبانو لكم خاويين غادي نحط فيها عقيقة. وبالنسبة لهاد العقيق راه شريناه على العبر ديال هاد البلايص. تنحط عقيقة الثانية، وغادي ندور هاد الزواقة بالعقيق الطويل. وبالنسبة لهاد العقيق راه تتكون عنده بلاصة غليظة وبلاصة رقيقة، وتا الزواقة يعني غنحط العقيقة على العبار ديال هاد البلايص اللي مخليهم لينا السيد اللي يعني طرز لينا هاد القفطان. الزواقة راه كتجي زوينة بزاف. هاني دورتها بالعقيق الغليظ، بقى ليا دابا غير العقيق المكركب. غندوز للوسط، العين ديال الوسط غنحط فيها عقيقة، غنحط عقيقة وحدة. غادي نقلب القفطان يعني من الداخل، وغادي نضرب من تحت هاد الخيوط باش نخيط القفطان، الا باش نخيط الزواقه اللي بغيت نقول. غادي نحط عقيقه ثانيه هنا. هاد الخيط راه دوبلتو على ثلاثة، على أربعة، يا ربي دوبلتو على أربعة، يعني تندير غير ضربه واحده صافي. غندوز للعين الثانيه أو الثالثة، من هادي ديريكت تندوز للعين اللي حداها. غندوز للعين عاوتاني اللي حداها، يعني أي عين خدمناها تندوزو للعين اللي قريبة ليها. بالنسبة لهاد التنبيط راه ساهل بزاف، يعني بالنسبة للبنات اللي بغاو يتعلمو راه هدا هو أسهل نبات يمكن لكم تبداو به. مخدوم بالعقيق الغليظ، والعقيق الغليظ راه يعني ساهل في الخدمه، ماشي بحال الخدمه الرقيقه، يعني العقيق الرقيق شي شويه تيجي صعيب في الخدمه. دابا غادي نبداو السنيسله. يعني ساليت الزواقه كتبان زوينه بزاف. بالنسبه لهاد الوريقه راه نفس الطريقه باش نبتنا السنيسله، باش نبتنا عفوا هاد الوريده. دابا بقات ليا غير السنيسله، غادي نبدا طريقه التنبات ديالها.
المهم البنات سمحوا لي مشى لي واحد المقطع من الفيديو فاش يلاه بديت السنيسله، ولكن حتى دابا ماشي مشكل، يعني باقي عندنا فين نشوفوا الطريقه ديال تركاب السنسله. وبالنسبه لهاد السنيسله راه كتجي ساهله بزاف، يعني دغيا كنركبوها القفطان، يعني طول القفطان كامل نقدروا نساليو نركبوها غير في وقت قليل، ما تديش منا بزاف د الوقت. بالنسبه لهاد الزواقه هذه اللي عندي في هاد القفطان، راه الزواقه غير نصف طوق حتى لجهه الحزام ديال القفطان صافي ما نزلاش. و حتى بالنسبه للكمام ماشي هاد الزواقه اللي داير السيد اللي خدم هاد الزواقه في الكمام، داير غير زواقه خفيفه في الكمام، جات فيها غير عقيقه عقيقه. ساليت السنيسله من هنا، دابا غادي نشوفوا الطريقه باش غادي نبداو، يعني الطريقه ديال البديه، حيت كيف قلت لكم مشى لي المقطع اللي كنت تنوري فيه الطريقه باش تنركبوا السنيسله من اول خطوه. ها انتما صراحه كتجي غزاله بزاف هادشي على العين، خصوصا القفاط اللي تلبسو في الليل مع دوك الاضواء، وهاد العقيق فيه البريون زعما صراحه زوينه بزاف. غادي نقطع ملي تنوصلوا للعينين اللي وسط الوريده، راه تنقطعو عادي بهاد الطريقه هادي. دابا غادي نشوفوا الطريقه باش غادي نبداو السنيسله. هذه هي الطريقه باش تنبتو السنيسله، كل جوج عقيقات تنضرب في وسطهم. هنا تنفوت جوج العقيقات، تنعاود نقج، يعني نقج العقيق نفوت جوج وتنعاود نضرب في وسطهم بهاد الطريقه هادي. وانا كنقاد فهاد السنيسله خاصها يعني ترد هاد البلاصه اللي تتبري للفوق، هنا وتنعاود نضرب، تنفوت جوج العقيقات ونعاود نضرب في وسط العقيق. وعندي هاد البلاصه اللي مقوسه، خاصني نبدا نقاد العقيق ونخيط. انا تنقد في العقيق، وكل جوج عقيقات تنخرج المفتاحه من الداخل ديال القفطان، تنتخطى العقيق، تنعاود نرجع للداخل من نفس البلاصه بحال هكا، ونحاول العقيق ما نجبتوش مزيان، يجينا القفطان مكروز، وما نخليش مرخيخ يبدا مرخي عفوا يبدا يتحرك بلاصتو. وانا غنجي في هاد الدوره، يعني في هاد الحاله زونه غنوصل للوسط ديالها وغنثبت العقيق مزيان ونقطعو. اخر عقيقه هنا صافي، غادي نعقد الخيط ونقطع السلسله صافي. هنا هانتوما هذه هي الزواقه، جات زوينه مع هذه السنسله. وحتى بالنسبه للطريقه ديال الخدمه ديالها راه الطريقه زوينه ناجحه بالنسبه للبنات اللي بغاو يتعلموا. هانتوما راه العقيق ثابت بلاصتو، غير تبعوا هذه الطريقه راه غادي يعني تجيكم زوينه، وفي نفس الوقت دغيا دغيا كنساليو القفطان، دغيا تنساليو الطول ديال القفطان. دابا غادي نعاودو نشوفو شويه، يعني غنعاودو نشوفو الطريقه شويه عاد نوريكم الشكل النهائي ديال القفطان. نفس الطريقه باش تنخدمو، كل جوج عقيقات تنقجو من وسطهم اولا تنتخطاهم، وتنرد مفتاحها لداخل، وتنعاود نضرب ما بين جوج العقيقات. وهاد البلاصه مقوسه نردو بالنا مزيان باش السنيسله ما تلواش لينا وتعطي ظهر ديالها، خاصها تعطي البلاصه اللي كتبري للقدام. وبالنسبه لهاد العقيق راه تيتباع عند الناس اللي تيبيعوا لوازم الخياطه، وكاين في الاشكال وفي الالوان، يعني كل واحد تيختار على حسب الرغبه ديالو وحتى على حسب الجيب ديالو، يعني في الانواع اللي غاليه بزاف وكاين الانواع اللي رخاص وكاين المويان، يعني كل واحد تياخذ على قد المستطاع ديالو.
غنفوتو جوج العقيقات وتنعاودو نضربو من وسطهم بهذه الطريقه هذه. يعني كيف ما شفتوا راه الطريقه سهله بزاف، يعني دغيا تنساليو الخدمه. الا مشينا بهذه الطريقه راه دغيا تنساليو الخدمه، كل جوج العقيقات تنتخطاوهم وتنعاودو نضربو في القفطان يعني في الدب. وإلا كانت البلاصة مسرحة بحال هاد البلاصة نقدرو نفوتو فيه ثلاثة العقيقات ربعة، ولكن إلا كانت البلاصة مقوسة يعني بحال هاد الحالة زونة اللي عاد خدمناها هنا، غنبداو نضربو غير جوج العقيقات باش العقيق هاد السنيسلة ما تلواش. تقاد عليا الخيط، غنركب الخيط ونعاود نرجع معاكم. هاني ركبت خيط آخر، دابا غادي نعاودو نشوفو غير شي شوية، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. تنضربوا بنفس الطريقه، وبالنسبه لهذه الطريقه يمكن لينا نستعملوها حتى في العقيق الزمرد. يمكن لينا نعمروا الخيط بالعقيق ونسدو ونبداو نثبتو كل جوج بوحدهم. وانا كنخيط وتنبدا نقاد بالسنيسله باليد. هنا الا بيت ندوز من هنا بلا ما ندور لهاد الورده، تندوز من هنا ونكمل حتى نسالي ونقطع واحد الطرف ونديرو هنا. الا بغيت ندور هكا تندور لوسط الورده، هنا اذا بينا ندور هكا تندورو، يعني كل واحد والطريقه باش مرتاح في الخدمه ديالو. انا غندور من هنا، غنجي في وسط هاد الورده وغادي نقطع السلسله. هنا مع مقوس شي شويه خاصنا نبداو نضربو غير جوج العقيقات صافي. غنجي حتى لوسط ديال السلسله، عفوا حتى الوسط ديال الورده ونقطع هاد السلسله صافي. ندوزو نشوفو كيفاش غادي نكملو البلاصه اللي بقات لينا. هانتوما دابا غادي نقطع هاد السلسله، تنقطع من اخر عقيقه ركبناها باش ما يجيناش العقيق مدلي ولا يبدا يتسرب لينا. غنضربو من اخر عقيقه ركبناها بحال هاد الشكل هذا، وغادي نرجع نكمل هاد البلاصه اللي بقات ليا. هنا تنجيب العقيق تنحطو تنقج العقيقة الأولى وتنضرب كل جوج العقيقات تنضرب في وسطهم. نفس الطريقة باش تنخيط دائما جوج العقيقات تنضرب من وسطهم، وأنا غادية تنسالي تنسالي هاد الزواقة كلها. هاد البلاصة مسرحة نحاول نضرب فيها يعني جوج أربعة العقيقات يعني، ولا ثلاثة يعني نفوت أربعة العقيقات ولا ثلاثة ونعاود نرد المفتاح لداخل. العقيقة راه ثابت، راه بحال اللي لصقناه بالكولا. يعني الطريقة زوينة بالنسبة للبنات اللي بغاو يتعلمو، دائما تنقول لهم هاد الطريقة راه زوينه بزاف، والعقيق تيبقى ثابت. مولات القفطان كتدي القفطان ديالها فرحانه، وداك الشيء اللي بغينا حنا. هانتوما هي السلسلة
شتو الطريقة كيفاش جات؟ عينا نازلة مع هاد السواقة كلها، وحنا واخا تنديرو فيها ديك القطعات ما باينينش، حيت تنحاول فاش تنعاود نركب السنيسلة تنجيبها حدا اختها باش ما تبانش، يعني تلصقها في السنسلة اللي عاد كملناها باش ما تبانش هذيك القطعة، وتتبان بحال الا ما قطعناهاش نهائيا. دابا بقى لينا غير نشوفو الشكل النهائي ديال القفطان. هذا هو القفطان ديالنا، تنتمنى الى الاعجاب ديالكم. بالنسبه للزواقه ديال القفطان ديال الكوين، بغيت زواقه خفيفه نبتنها بعقيقه عقيقه، ما الطوق ديال القفطان هو كيف ما تتشوفوا جا زوين بزاف. القفطان راه جوهر مبرم مخدوم مع بالصم الكريا، هنا في الصوره تيبان بحال البيض ولكن هو راه الصم الفطي هذا، وتات نبات اللي نبتنا زاد الجمالية القفطان. والقفطان راه باقي ما مصلوح كيف ساليتو، صورته لكم باقي ما صلحناه. وبالنسبة لهذا اللون الصفر مع الفضي ما عرفت كيفاش جاكم، تنتمنى تقولوا لي كيفاش جاكم في التعليق ديالكم. سال الفيديو ديالنا، تنتمنى الى الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تكتبوا شي تعليق زوين، وما تنساوش اللايك للفيديو. وإلا كنتوا عاد اول مره كتزوروا القناه ديالي، كنتمنى تشتركوا معنا ودعمونا باش ان شاء الله القناه ديالي تكبر ان شاء الله باذن الله. شكرا على المتابعه، والى لقاء قادم ان شاء الله.